السلام عليكم. دلوقتي هنشوف موقع اسمه وورد ارت. وورد ارت عبارة عن ايه؟ ان انت بتكتب بعض الكلمات وهو يعملهم لك في شكل كويس. على سبيل المثال مثلا هقول له عمر، بيقول السايز بالشكل ده. انا كده دخلت الكلمات اللي هي اول جزء. بعد كده هقول له الشيب اللي انا عايزه، الشكل اللي انا عايزه. ممكن اختار اي شكل من دول، تمام. وليكن مثلا اخترت شكل الحصان دوت، تمام. بعد كده بختار شكل الفونت، وبعد كده شكل اللي اوت اللي هيظهر، وبعد كده بقول له فيجوالايز، هو بيبدا يعمل لي الشكل ده. كل ما بترفع الكلمه بيبدا يعمل لك عليها زوم. فممكن تكتب كلام كتير جدا، مثلا ممكن يعني ما تخليش ولا كلمه تتكرر، تمام. مثلا المواد الكيميائيه مثلا في الجدول بتاع العناصر وهكذا، تقدر تدخل كل الحروف اللي انت عايزها. ولو مش عاجبك الفونت ده ممكن تغير الفونت، يبدا يتغير معاك الشكل زي ما انت عايز. بعد ما تخلص ممكن تعمل شير وتشيره على الفيسبوك او تويتر، او ممكن تعمل له داونلود بي ان جي او جي بي جي او اي امتداد من الامتدادات ديت زي ما انت عايز. وممكن كمان تطبعه، وممكن تتفق مثلا مع احد الشركات ان هو تطبع لك على تيشيرت مثلا،